لو خيروكم بين الاثنين، اي برجر بتختاروا؟ برجر الكيتو او البرجر العادي؟ اكيد رح تختاروا البرجر اللي بالخبز. وبهالفيديو رح اخبركم اكثر عن الكيتو دايت. الكيتو دايت بلش اول شيء كعلاج لمرضى الصرع، اكيد كلكم رح تستغربوا، ليقللوا من نوبات الصرع، وكمان استعملوه لعلاج لمرضى السرطان. وليه سموه كيتو؟ لانه يعتمد على الكيتون بوديز كمصدر اساسي للطاقة، وبيعتمد نظام الكيتو على نسبة عالية من الدهون والبروتين ونسبة قليلة من النشويات ما بتتعدى 5% من الاستهلاك اليومي للجسم. من أكثر الإيجابيات والسلبيات للكيتو، نبلش بالإيجابيات، بتخسروا وزن أسرع من أي دايت تاني، وبتضلكم شبعانين كل الوقت وما بتشعروا بالجوع من الكيتو، والحماية من مرض السرطان، وكتير فوائد. أما السلبيات للكيتو، إنه ممكن يعمل مشاكل بالهضم أو يعمل حصى بالكلى وهشاشة عظام، وأكيد لازم نستشير الدكتور قبل ما نعمل الكيتو دايت، ويكون تحت إشراف طبيب ولمدة محددة إله وقت معين.